بسم الله ربنا اجعلنا حاملين للنبأ العظيم حتى يستفيق الغافلون. والنبأ العظيم هو إما قرآن أو يوم حساب أو حقيقة نبينا محمد عليه الصلاة صلاتك وسلام. ما ختمت به الآية 93 من سورة البقرة: قل يا محمد يا حبيب الأول عليك الصلاة والسلام، قل بئس ما يأمركم بإيمانكم، خذ الإيمان فارسوا قولوا ستنفو une fausse croyance, une fausse appartenance à Dieu. قل بئس ما يأمركم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين. في سورة هل أنتم مسكون حقيقة المؤمنين، هل أنتم توا تدعون إيمان فهو يجب لكم إلا الشقاء في الدنيا والآخرة وما بينهما أثناء الحياة البرزخية. الفوياج اسميك والسلام على أهل الإسلام.